الحرب الروسية الأوكرانية أطلت في ظلالها على هذا المؤتمر، حيث كان هناك اهتمام كبير لمناقشة تداعيات هذه الحرب من الناحية الاقتصادية والأمنية، خوفا من تخلخل أوضاع الاقتصاد بالنسبة لأسعار الطاقة والركود الاقتصادي، إضافة إلى حاجة بعض الدول الأفريقية إلى الغذاء. وهذا أعتقد طل في هذه المرة، كما نعرف أن حوار المنامة دائما تواكب الأحداث على مر كل تلك السنين، وفي الحقيقة كان هذا ليلة أمس وهذا اليوم كان حضور كبير جداً.